أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذا الجزء الثاني من حلقتنا هذه، وتنضم إلينا زميلتنا مبروكة خذير، وهي صحفية مراسلة ومنتجة ومخرجة لأفلام وثائقية. مرحبا بك مبروكة. أهلا وسهلا، شكرا للاستضافة الكريمة. أهلا وسهلا، كما أجدد الترحيب بنزار. نزار مقني هو صحفي في جريدة الصباح وهو أيضا أكاديمي. أهلا بك مرة أخرى. إذا نزار، الإضراب في تونس حق دستوري نقابي وسياسي، هذا لا يناقشه أحد، لكن تحول إلى معضلة وطنية هذا الأسبوع بمقاطعة أساتذة التعليم الثانوي امتحانات الثلاثي الأول لهذا العام الدراسي الحالي. حق إضراب الأساتذة علق معه حق التلامذة في اختبار بعد جهد 3 أشهر من التلقي. مرت أيام على المعاهد غاية في الفوضى والارتباك، ومثال ثقيل من حرب الأعصاب والإرهاق للأولياء، فيما ساد التراشق بالوعيد بين وزارة التربية من جهة وجامعة التعليم الثانوي بدل أن يسود الحوار. نذهب إلى ما قالته الصحف هذا الأسبوع في الموضوع، ثم نعود إلى النقاش. جريدة شروق نشرت مقال تحت عنوان عنف غلق معاهد والأولياء والتلاميذ يحتجون، أزمة الامتحانات تتأجج. وأشار المقال إلى بعض الأحصائيات بالأرقام، منها 3 أسابيع من الدراسة معطلة، أي بنسبة 10% من الزمن المدرسي، و 90% هي نسبة مقاطعة الامتحانات حسب نقابة التعليم الثانوي، 65 هي مرتبة تونس، أي المرتبة قبل الأخيرة في قياس النظم التعليمية. من جهة أخرى، جريدة المغرب اختارت تصريح الكاتب العام لجامعة الثانوي لسعد اليعقوبي للجريدة، اللي قال فيه لم نتلقى أي دعوة للتفاوض، ومقاطعة الامتحانات ستتواصل مع التدريس بصفة عادية. وفي مقال آخر لجريدة المغرب كان العنوان احتجاج التلاميذ وتذمر الأولياء، قرار مقاطعة الامتحانات هل يمكن اعتباره إخلالا بالواجبات المهنية؟ من جهة أخرى، اخترت صباح نيوز رسالة وزير التربية للأساتذة من قبة البرلمان، وين قال هناك أطراف تريد أن تثير النميمة لأغراض سياسية. ونشرت صباح نيوز بيان البناء الوطني، وين أشار البيان إلى أن أزمة الثانوي مؤشر على فشل منظومة الحكم. الشارع المغاربي أورد تصريح وزير التربية للأساتذة اللي قال فيه سأطبق القانون أرضاكم أو لم يرضيكم. وفي مقال آخر للشارع المغاربي، نقابة الثانوي متحدية الوزارة، نتمسك بمقاطعة الامتحانات، كلفنا ذلك ما كلفنا. كما أشارت صحيفة الشارع المغاربي في مقال آخر أن نقابة الثانوي تتهم الوزارة بهرسلة مديري الإعداديات والمعاهد. جريدة الصحافة كتبت مقال تحت عنوان النقابة متمسكة بالمقاطعة والوزارة تصر على تطبيق القانون حتى لا يتسلل أعداء الاتحاد من ثغرة الثانوي. من جهتها الصباح عنونت مقالها بأزمة الثانوي تستفحل وسط غياب الحلول. كابيتاليس عنونت مقالها بتصريح وزير التربية اللي قال فيه الوضع المالي في تونس لا يتحمل الزيادة في أجور الأساتذة ولا مجال لإجراء الامتحانات بعد العطلة. من جهتها شمس فام نشرت رد لسعد اليعقوبي على وزير التربية، وين قال أصحاب السطورات البيضاء سينزلون إلى الشارع إذا تم المساس بأجورهم. أبدأ معك مبروكة. مسألة مقاطعة الأساتذة لاختبارات الثلاثي الأول أثارت كثير من الجدل والنقاش. لو جريدة المغرب تقول قرار مقاطعة الامتحانات هل يمكن اعتباره إخلالا بالواجبات المهنية؟ هو تساؤل، ما رأيك؟ في الحقيقة هو محنة ما يحصل في تونس في قطاع التعليم، ومحنة ما نعيشه اليوم من صراع محموم بين هياكل رسمية وهياكل نقابية، وللأسف الرهينة أو الضحية هو الولي وهو التلميذ. بالأمس كنا في جولة داخل المعاهد التونسية في إطار تعديل إعداد تقرير في هذا الاتجاه،
ولاحظنا أنه هناك اضطراب كبير وهناك غضب كبير وهناك عتب كبير خاصة على من الأولياء وكذلك من التلاميذ، ولكن بالأساس على الأستاذ في حد ذاته، لأنهم يعتبرون أنه الاتجاه نحو قطع الطريق أمام الامتحانات هو في حد ذاته خطوة تصعيدية لا تأخذ بعين الاعتبار الولي الذي المفروض أنه هو أبناءه ما يكونوش رهينة في ظل هذه الظروف، ولكن للأسف اختلطت علينا الأمور. ما نقدروش أنه نقولوا اليوم النقابة عندها الحق وإلا الوزارة عندها الحق. اليوم فما مشكل حقيقي، فما معضلة حقيقية، ونحن نحتاج إلى صوت العقل وصوت الحكمة للخروج من هذه المحنة، لأنه في الحقيقة قطاع التعليم يعاني منذ سنوات عديدة من هانات كبيرة ومن إشكاليات كبيرة، ولا بد أن نقف عندها، لأنه إذا خسرنا قطاع التعليم في تونس فإنه على الدنيا السلام. أنت تقولين التعليم يواجه هنات كبيرة وكثيرة، لكن نزار الإضراب هذا له هدف محدد، ثم مطالب محددة، ماذا يريد الأستاذ؟ نعم، هي حسب يعني ما تحدث به قيادي والجامعة العامة للتعليم الثانوي، فإن هذه الطلبات تنقسم إلى ثلاث أنواع من الطلبات. هناك مطالب في زيادة الأجور والمنح المسندة إلى الأساتذة، وكذلك هناك مطالب اجتماعية مثل تحديد سن التقاعد إلى ما دون 60 سنة، يعني في حدود بين 57 أو 55 سنة، وهذا مطالب اجتماعية، بالإضافة إلى مطالب اجتماعية أخرى، لكن هذا الأساسي والرئيسي بالنسبة للمطالب الاجتماعية. وهناك مطالب بتحسين البنية التحتية للمدارس العمومية وإعادة الاعتبار إلى قيمة المدرسة العمومية كمصعد اجتماعي في المجتمع التونسي. هذه ثلاث مطالب بالنسبة التي أعلن عنها قياديو للجامعة التعليم الثانوي. لكن هنا نتحدث عن إشكالية أخرى، إشكالية كيف تتعامل الدولة مع هذه المطالب، وكيف تتعامل جامعة التعليم الثانوي مع يعني الدولة. هنا يمكن أن يعني أن نستنتج استنتاجين، أن الدولة أو الحكومة الائتلاف الحكومي يعني يعتمد سياسة الهروب إلى الأمام، فيما تحاول النقابة العامة أن يعني أن توقف هذه السياسة والرجوع إلى طاولة الحوار، وبذلك فإن النقابة العامة سوف تستعمل أي وسيلة لهذا لفرض هذا الحوار ولفرض مطالبها على يعني على الحكومة. وبالتالي فإن الجامعة العامة للتعليم الثانوي ذهبت نحو يعني عدم يعني القيام بالامتحانات الامتحان الثلاثي الأول، وهذا هي قيمة الأزمة، وهذه هي عقدة الأزمة بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي وهي ظاهرة أن ورقة ضغط، يعني نعم. أنه يجي في وقت مثل هذا امتحانات حتى يضغط أكثر على الحكومة، لكن الحكومة كثير من الحالات تشتكي من أنه المسألة كل المطالب اللي تحدث عليها نزار هي مطالب مادية في النهاية. في الحقيقة هي ليست مطالب مادية فقط، وهي مطالب مشروعة، لأنه قطاع التعليم يعاني من العديد من النقائص منذ سنوات عديدة، ولا بد من إصلاحه إصلاحا هيكليا. وبالتالي ما يدافع عنها الأساتذة ليس فقط الإصلاح المادي، ولكن كذلك إصلاح المنظومة برمتها. ولكن دعني أذهب إلى نقطة أخرى مهمة جدا، هو أن سياسة الهروب إلى الأمام من قبل السلطات الرسمية التونسية، وأعني هنا وزارة التربية، نبع كذلك عن مشكلة معضلة أخرى ممتدة في الحقيقة في السنوات الأخيرة عبر الزمن. نحن عشنا على وقع 9 حكومات متعاقبة. نعم. كل وزير يأتي للأسف يمضي اتفاقات ولا تلتزم بها الوزارة التي تليها، وبالتالي نعم. سياسة التسويف وسياسة إمضاء الاتفاقات والتراجع عنها من قبل الوزارة هو ما جعل النقابة العامة للتعليم الثانوي تصل إلى هذا التصعيد، لأنه في البداية كلنا نعلم أنها لم تنحو منح قطع الطريق أمام الامتحانات، وكانت في البداية فقط إضرابات أثناء السنة الدراسية، ثم تم التصعيد بحجب الأعداد، ثم في هذا العام، يعني هي المشكلة موجودة منذ 2014 حين تم إمضاء الاتفاق بين وزارة التربية وجامعة التعليم الثانوي، ثم بعد ذلك تراجعت الوزارة، وهذا ما يراه الأساتذة الذين تحدثنا عنهم
معهم مؤخرا تملص من الحكومة ومن الحكومات المتعاقبة من مسؤوليتها أمام الأساتذة، وهم يقولون أنهم القطاع الوحيد الذي لم ينتفض بعد الثورة. والمشكل هنا أيضا في أن هناك العديد من القطاعات التي انتفضت بعد الثورة التونسية وحصلت على العديد من الامتيازات المادية. فالأستاذ يقول اليوم أن قطاع الأمن مثلا على سبيل المثال انتفض واستطاع أن يفتك العديد من الحقوق المادية. لماذا لا يكون هذه الحقوق أصبح متساوي مع قطاع الأساتذة؟ وهذا ما يرى فيه أساتذة التعليم الثانوي ربما ظلما وحيفا لوضعياتهم الهشة، وزد على ذلك كذلك غلاء المعيشة وما نعيشه اليوم من ارتفاع كبير للأسعار. أصبح الأستاذ غير قادر على أن يؤمن معيشه اليومي ككل الفئات الأخرى، وبالتالي هناك أزمة اقتصادية تخنق البلاد التونسية وتخنق كل القطاعات في الحقيقة. وهذا ما نعيشه أنك ربما هل معنى هذا أنك تتفقين مع ما نشرته صباح نيوز؟ نشرت بيان نداء الوطني، البناء الوطني، هذا الحزب المعروف، يقول أنه أزمة الثانوي هي مؤشر على فشل منظومة الحكم، يعني المشاكل تتراكم وتتداخل وتتوالد إلى حد أنه تكبر ولا نجد لها حلول. في الحقيقة هي مشاكل البلاد التونسية ليست فقط في قطاع التعليم، كلنا يعلم مثلا ما يحصل في قطاع الصحة وفي قطاع الإعلام وفي كل القطاعات. هناك أزمة متراكمة طوال السنوات الأخيرة، والتذبذب السياسي الذي نعيشه وعدم الاستقرار السياسي الذي تعيش على وقعه البلاد التونسية هو الذي يجعل هذه الإشكاليات تتراكم في ظل مراكمة المديونية لكذلك الصندوق النقد الدولي. وبالتالي هناك العديد من التنازلات التي تقوم بها الحكومة التونسية في هذا السياق من أجل سد ثغرة المديونية، وهذا ما يؤثر ربما على غلاء المعيشة. وغلاء المعيشة يتبع عنه طبعا انتفاضة في كافة القطاعات. اليوم ليس هناك قطاع في تونس راضي على الوضعية التي يعيشها أهالي القطاع، وبالتالي هذه الإضرابات كذلك الإضراب الأخير في الوظيفة العمومية مؤشر كذلك سيء جدا للبلاد التونسية. وأظن أننا نحتاج إصلاحا سياسيا جذريا يتبعه إصلاح سياسي، ولا بد أن يكون هناك حكومات لها ديمومة قادرة على أن تصلح. الوزير اللي يجي أنا توا حتى كصحفية ما نقدرش أني أنا نستحضر اسم الوزير، لأنه في الحقيقة يقعد 3-4 شهور 8 شهور إذا طالت وبعدين يتبدل. يعني والوزير حكومات الذي يأتي يمحو ما قام به الوزير الذي سبقه. ليس هناك منظومة حكم متداول وفيها ديمومة. بالضبط. وبالتالي نقاون شخصه ثم بعد ذلك يأتي شخص جديد ليشخص من جديد، وبقينا ندور في هذه البوتقة المفرغة، وهذا ما يجعل بلادنا اليوم في مطب كبير، ومنظومة الحكم غير قادرة على أن تستجيب للإصلاحات المطلوبة في كافة الهياكل المهنية في تونس، سواء منها التعليم أو كذلك القطاعات الأخرى. نزار، أليس للمسألة وجه آخر عندما تتحدث مبروك على مسألة المطب؟ أليس المطب الحقيقي هو كثرة المطلبية؟ يعني من بداية من بعد الثورة إلى الآن كل القطاعات تطلب وكل القطاعات تحتج من أجل حقوق مادية. لا نعمل، لا نجتهد. يعني مثلا أعطيك مثال، أنت ذكرت من بين الأسباب هي يعني المدارس، أنه أصابها تهرئة، تهرأت. نعم. ويعني صارت بنية تحتية مهدرة في حالة يرثى لها. لكن هذا يحتاج إلى عمل، لا يحتاج إلى أنه تحتج وتقول المدارس مهترئة أو المدارس ناقصة، يعني أشياء اللي ربما تحتاج إلى تدريس. الإشكالية هي إشكالية مصداقية بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة. كما نعرف أن الاشتغال بين هذين العنصرين منذ تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل إلى يعني بعيد الثورة كان هناك مصداقية متبادلة بين الطرفين، لكن فيما بعد أصبحت هذه المصداقية مضروبة، لأن مصداقية التعاقد والاتفاق وعدم تنفيذ الاتفاقيات هي الأساس ضرب هذه المصداقية، حتى أصبحت كل المشاكل الاجتماعية ككرة ثلج دائما ما تكبر، إلى أن وصلنا إلى مرحلة من مراحل يعني الانسداد التام في الآفاق بين في العلاقة بين الطرفين، سواء كانت علاقة سياسية أو علاقة اجتماعية، علاقة اقتصادية أو حتى علاقة في مستوى التعاقد. هنا أصبح الاتحاد العام التونسي للشغل ينتظر إلى حين تنفيذ الحكومة للاتفاق لكي يحكم على طبيعة العلاقة بين الطرفين، وهنا يعني يحصل هذه المعركة حصلت.
بين الجامعة العامة التعليم الثانوي و يعني وزارة التربية. هناك يعني هذه العلاقة دامت 6 أشهر يعني من التفاوض المباشر يعني منذ يعني انتهاء الأزمة الأولى أزمة حجب الأعداد إلى بداية إلى سبتمبر أو أكتوبر الحالي. طول طيلة 6 أشهر هناك تفاوض، لكن في عديد يعني في آخر طبعا من الاجتماع في شهر فيفري لنفس الأسباب ونفس المطالب كانت طرحت من أساتذة. بالضبط، هو في آخر يعني اجتماع بين الطرفين، آخر جلسة تفاوض بين الطرفين، كان هناك تراجع من وزارة التربية عما طرحته في مشروع اتفاق سابق أو الجلسة التي سبقت، ومنها أتت قرار هذا قرار حجب الأعداد. إذن هناك مشكلة عدم مصداقية بين الطرفين هي التي أدت إلى يعني تأجج هذه الأزمة، أزمة التعليم الثانوي، خاصة وأن وزارة التربية عملت على ضرب القاعدة النقبية للجامعة التعليم الثانوي، لكنها لم تفلح في ذلك. وصلنا إلى هذه النتيجة، نتيجة الانسداد والنتيجة الانسداد الكامل للتعليم الثانوي ومشكلة التعليم الثانوي. طيب مبروك، وقت اللي نشوفوا المواقف نلقى كل طرف من وزارة التربية ونقابة التعليم متمسك برأي. يعني وقت ناخذوا الأسعد اليعقوبي يقول أصحاب السترات البيضاء سينزلون للشارع إذا تم المساس بأجورهم، ووزير التربية يتحدث على أنه المسألة المالية معقدة في خزينة العامة العمومية، ولكن في هذا يعطي أنه لا سبيل إلى زيادة في الأجور أو التمتع بالمنح، وإجراء الامتحانات في العطل مش ممكن. إذن شو الحل؟ في الحقيقة نحن محتاجين للعديد من الحلول، وأول الحلول هو أن نجد في الوقت العاجل الآن صوت الحكمة وصوت العقل من طرف مهما يكون الطرف هدايا، يحاول أنه هو يعدل الكفة بين الطرفين المتنازعين، لأن الأمور اليوم وصلت إلى مطب لا يمكن الخروج منه إلا إذا استعملنا صوت الحكمة والعقل. هذا حل، والحل الثاني لا يكمن فقط في إيجاد الحلول لمعضلة المطالب في مجال التعليم الثانوي. اليوم تونس كلها بكافة قطاعاتها الاقتصادية محتاجة لحلول، لأنه إذا سكتنا اليوم الأساتذة أو كان هناك تنازل مثلا من الوزارة ستكون هناك مطلبية جديدة لقطاع آخر، وسنبقى ندور في نفس الحلقة المفرغة التي عمقت الأزمة الاقتصادية في تونس. وأعتقد أنه اليوم نحن نحتاج إلى إصلاح وإجراءات صارمة في مجال الإصلاح، لأنه ما يضر الاقتصاد الوطني ليس فقط المطلبية، لأنه الناس اللي تطلب اليوم عندها الحق أنه تطلب لأنها لم تعد تستطيع أنها هي تعيش مع غلاء الأسعار، ولكن أظن أنه الحل يكمن في إصلاح المنظومة الاقتصادية، في إصلاح التهرب الجبائي. اليوم هناك الكثير من رجال الأعمال الذين يملكون شركات ومؤسسات كبيرة جدا يتهربون من التصريح بالجباية، وهذا يضر بمقدرات الدولة وبخزينة الدولة. اليوم هناك التهريب الذي يسيطر على الحدود التونسية، سواء الحدود التونسية الجزائرية أو كذلك الحدود التونسية الليبية، ونحن نحتاج إلى إجراءات صارمة في هذا السياق من أجل الحد من التجارة الموازية التي تضر باقتصاد البلاد التونسية. اليوم كذلك نحن نحتاج إلى معالجة الفساد المستشري والمتغلغل في كافة أجهزة الدولة، لأن هذا الفساد يضر الكثير من مقدرات الاقتصاد التونسي ويضر بخزينة الدولة. وبالتالي أظن أننا نحتاج إلى إصلاح جذري لكافة المنظومة الاقتصادية. لكن متحدث ليش على إصلاح التعليم، لأنه مدة سنوات ومدارسنا ومعاهدنا هي مراكز اختبار، وكل وزير يجي يتحدث على مشروع إصلاح وما تصلح. للأسف أنه الإصلاح اليوم يجب أن يكون إصلاحا شاملا لكافة المنظومة الاقتصادية، وكذلك لابد من التفكير في مسألة أخرى. اليوم مقدرات البلاد التونسية وما نهب من البلاد التونسية والأموال المهربة إلى الخارج من قبل المنظومة السابقة، اليوم ليس هناك أي نية في استرجاعها. وأظن أنه إذا نظرنا إلى كل هذا وأصلحنا في هذا الاتجاه من حيث مقاومة التهرب الضريبي، من حيث مقاومة التهريب، من حيث مقاومة الفساد، من حيث استرجاع الأموال التونسية المنهوبة في الخارج، أظن أننا نستطيع أن نسد ثغرات في الخزينة التونسية، ونستطيع أن نعالج على الأقل بعضا من هذه المشاكل العالقة في هذه القطاعات التي تنتفض اليوم لأنها أصبحت غير قادرة في ظل هذه الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار على أنها هي هذا يحتاج إلى سياسيين وطنيين ويحتاج إلى مشاريع، ونحن لا
لم نرى إلى حد الآن للأسف. أي مشروع ربما ينير الطريق قدامنا باش نصنف كل هذه القطاعات بين هذه القطاعات. هناك أزمة ثقة مع الحكومات المتعاقبة، ولا بد أن نرأب هذا الصدع بين المواطن البسيط والقطاعات كلها مع أجهزة الدولة يتم من خلال الإصلاح الحقيقي، وهذاك به نجم نتجاوز أزمة الثقة ونستطيع أن نمضي إلى الأمام ونستطيع أن نعمل ونكون كذلك قادرين على أن ننقذ اقتصادنا الوطني التونسي، ونستطيع أن نسترجع ثقتنا في أجهزة الدولة وكذلك في الحكومات المتعاقبة على التونس. طيب نزار، ربما جزء من الحل سيد نور الدين تبوبي يبدو أنه تدخل على خط وبدأ في تحرك مع الوزراء المعنيين بقضية بهذه الأزمة، أزمة التعليم، وربما يوجد الحل. لكن القضية الكبرى اللي نشوفها أنا هو أنه مسألة الإضرابات هذه هي حتى وإن كان أنه من أجل حقوق، لكنها تضر بتلامذتنا في مستوى أنها تجعلهم مرتبكين، تجعلهم متذبذبين، تجعلهم يشوفوا شيء اللي ربما مش متعودين عليه، من حيث أنهم ينضبطوا لدراستهم ولتعليمه، يعني دروس تنقطع، والتمرد ربما يشوفوا الأستاذ أنه متمرد ويشوفوا الأستاذ عنده حق والآخر ما عندهش حق، وهكذا. حتى أنه شفنا في بعض أكثر من ذلك، لأنه هناك عنف شفنا متبادل بين الأساتذة وبين الأساتذة أنفسهم. هذه صورة غير جيدة لجيل المستقبل اللي هو يتربى على أنه يشوف ممارسات يمدى المربين. هو الإشكال يعني لو طرحنا الإشكال على مستوى ماكرو سياسي، لو وجدنا أن الدولة تعاني من عدم وجود أفكار لتحكم، هذا هو السبب الأساسي. نعم. هذه فلسفة السياسة وما تستوجبه. هنا نتحدث عن غياب استراتيجية كاملة تحكم في دواليب الدولة. لا نتحدث عن كل وزارة ونتحدث عن مشكلة تواصل ومواصلة وزارة على وزارة. نحن في نظام برلماني مختلط أو نظام رئاسي مختلط، وهذا النظام يفترض التجدد يعني في كل فترة. لذلك يجب أن نطوع ما هو موجود على النظام الذي اخترناه في الدستور سنة 2014، وهذا التطويع يجب أن يتماشى مع استراتيجية معينة حتى تكون كل وزارة تعمل وفق مخططات معينة وفق أهداف محددة وبإمكانيات محددة، ولا تأتي مثل هذه الاحتجاجات وهذه الأزمات. هنا يجب على الدولة وكذلك على مختلف المتدخلين في العملية السياسية في تونس أن يجتمعوا على أن يوجدوا استراتيجية معينة تكون لكل ائتلاف حاكم، سواء كان ائتلاف يساري يميني، يكون عندما يأتي ليحكم يأتي ليشكل مجموعة من البرامج وليس ليشكل استراتيجية وزارة كاملة. هنا بيت القصيد وليس بيت القصيد في إشكال تواصل وزارة أو تبديل وزير من وزير أو إشكالية يعني وجود ائتلاف حكومي من غيره. من هذه الزاوية يمكن لنا أن نستمر في حياة سياسية متواصلة ومستمرة ومستقرة، وكذلك في حد ذاته يعني هناك استراتيجيات متواصلة وتستطيع أن تصل إلى الأهداف التي نرغب إليها. وفي مثل هذه الحالة، حالة الأزمة التعليم الثانوي، هي يعني أزمة ثقة بين طرفين من الأطراف المشكلة للمشهد. كلمة فقط أضيفها وتوجه هنا ربما للكاميرا، لأنه في الحقيقة تونس اللي لقات آلية الحوار الوطني للخروج من مطب صراع سياسي كبير جدا تقف اليوم عاجزة على أنها هي تحل مشكل بسيط بين نقابة التعليم الثانوي وكذلك الوزارة. يعني تونس التي نظر إليها العالم في مرحلة معينة من الحوار الوطني وأعطاها جائزة نوبل للسلام تقف اليوم عاجزة أمام تلاميذها لتعطيهم صورة جيدة على أن قطاع التعليم يمكن أن يتواصل في ظل السلم وفي ظل الأمان. فبالتالي هذه دعوة ربما لكل عقل حكيم ولكل طرف قادر وعنده من الوطنية ما يكفي أنه يتدخل من أجل وضع حد لهذه المهزلة في الحقيقة في حق تلامذتنا اللي هما جيل المستقبل واللي هما اليوم قاعدين يشوفوا في ممارسات يندى لها الجبين لا تليق بتونس. لأن الغالب للأسف الشديد في حياتنا الوطنية هو التناحر بين السياسيين، وكل حياتنا تأثرت بالتناحر بين السياسيين، حتى أنه هذه مسألة الضربات الأساتذة هناك من يراها أن ربما تكون ضربة خفية موجهة للاتحاد الشغل. للتعليم العمومي كذلك. الاتحاد الشغل
لاتحاد الشغل، وهناك أيضا من يرى أنه العكس، ربما اتحاد الشغل يريد أن يؤثر حتى هو المكتب التنفيذي رفض الاتحاد الشغل، رفض هذا يعني هذا تصعيد تصعيد يعني حجم الأعداد أو حتى ولذلك ربما تدخل نور الدين التبوبي جاء في وقته من أجل أنه إيجاد حل حتى لا تدوم وحتى لا تطول. نعم، حتى لا نقع في سنة بيضاء. أشكرك، أشكرك شكرا جزيلا. نكتفي بهذا القدر في هذا المحور ونذهب إلى فاصل، بعده نتواصل من أجل أن نذهب إلى فرنسا وأصحاب السترات الصفراء ماذا يفعلون.